البرديه بقى ده الجميل كمان. البرديه احنا لو نرجع للذاكره من سنه ونص تقريبا، من المعروف عالميا ان اخر برديه كامله اكتشفت في مصر من اكثر من 120 سنه، لما بدانا حفايرنا برضو كبعثه مصريه في منطقه سقاره، لقينا البرديه الاولى، ثم لقينا البرديه الثانيه، ثم لقينا البرديه الثالثه. ده المكان ده في سقارة طبعا، كان لازم تحس الغريفة ودون الجبل بنوع من أنواع الغيرة. فدتنا الحمد لله بردية كاملة، زمايلنا المرممين بالدراسة المبدئية تشير إن البردية دي طبعا لحالة أكثر من رائعة، قد يصل طولها من 15 إلى 18 متر طول تقريبا. والبردية تتكلم عن ما يسمى كتاب الموتى. كتاب الموتى عبارة عن إيه عشان نوضح للسادة المشاهدين؟ كتاب الموتى يعني شوية تعاويذ نصوص تفيد المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر عشان يتخلص من الأرواح الشريرة، الأرواح السيئة، ثم يقدر يوصل بسهولة إلى العالم الآخر. التابوت الجميل جدا اللي تم الكشف عنه برضو بتاع سيدة العاداني من الدولة الحديثة، وغالبا يمكن الأسرة العشرين، هي كانت مغنية أو منشدة الإله سعودي. التابوت في حالة أكثر من رائعة. امبارح الجميل في إعلان الكشف في الغريفة، زمايلنا من المتحف القومي للحضارة المصرية موجودين، المتحف المصري الكبير، المتحف المصري في التحرير، لجنة الاستنادي، كلهم بيبصوا إن كل واحد عايز ياخد أي حاجة يعرضها في متحفه. وكان إحساس جميل جدا إن الكل بيتكالب لعرض بعض هذه القطع اللي تتناسب مع سيناريو العرض المتحفي في متحفه. المهم ان احنا استقرنا تقريبا ان البرديه رقم 4 باذن الله تعالى ستعرض في المتحف المصري الكبير.